أنا أحس أدفوك هتتورط. يعني هو أنا دا أحسه متورط والله. بس هو أنا ما أريد أقول أنا هو كشخصية حقيقة أنا كشخصية مرات مرات يعني هو مدرب كبير واسم كبير. هذه النقطة إنه عمره يعني يعني هو ماكو في الشيء حقيقة إذا ترجع لست ذاته ماكو في الشائبة عليه يعني من ناحية السلوك والتصرف وحسن الأداء ما ماكو أي شائبة عليه. لكن بنفس الوقت إحنا تكلمنا عن العمر التدريبي لهذا المدرب وعطائه وقدرته على التواصل وتقبله لآراء الآخرين. أكيد بعد ما تكون عمرك فوق السبعينات تكون قدرتك شوي على التحمل أقل من غيرك يعني. نعم. ولذلك حتى عطائك والقدرات البدنية الأخرى. لذلك أنا أعتقد اليوم مباراة اليوم يمكن عن طريقك أيضا في حلقة السابقة أنا نعم. تكلمت يمكن صرحت تصريح تحملت مسؤوليتي أمام الآخرين. قلت إحنا أمام المنتخب المنتخب اللبناني إذا ما خرجنا بنتيجة إيجابية الأفضل بأنه هاتفكات يحمل حقيبته ويرجع يعني يعود إلى البعض يمكن انتقد قال ليش أنتم متسرعين. أنا ما أعرف يعني هل هي نزهة تصفيات كأس العالم هل هي والله مجرد يبدو أنه إحنا تعاملنا وياها يعني كمسهة. إحنا لما نجيب مدرب هاي التصفيات قبل 20 يوم يعني إحنا جاي نتعاملنا وياها تصفيات كأس العالم يعني نزهة. أكو قضايا حقيقة أكو قضايا غير مدروسة بعناية وهنالك تسرع بالرؤية نعم. وربما أكون يعني أنا عندما أعرج على اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم هنالك توصيات بالبقاء على البقاء. على كابتن رافد سالم كان على قبل كاتانيتش يعني نعم. لقصر الفترة الزمنية ولمعرفة كاتانيتش بالمنتخب العراقي ولبعض الظروف الأخرى اللي يمكن المحيطة به. لكن القرار هذا مو انا اقدر اتحمله يعني انا واحد من الناس ما اقدر اتحمل مسؤوليه القرار ولا انت جسيمة. ولا استاذ حسن ولا اي واحد يقدر يتحمله لانه هذا بمستقبل الكره العراقيه. اما بانه نقول احنا النتائج مو مهمه وخروجنا راح يكون مبكر غير مهم واحنا نخطط الى مرحله جديده ربما تتجاوز العشر سنوات اعتقد احنا يعني العراق يملك من النوعيه الفريده من اللاعبين متواجدين وحاليا يمكن شفنا يوم أمس المنتخب الأولمبي ونوعية اللاعبين اللي متواجدين طيب. هناك خامات ممكن تصنع الفارق مستقبلا بس هاي تحتاج للمستقبل أما حاليا صعب ما لا حاليا اليوم احنا يمكن شاهدنا منتخب حقيقة أنا أعتقد المنتخبين كانوا متواضعين بس مع ذلك لبنان كانت تحس بلبنان مو بس أخطر بالشرط الأول خاصة تحس أكو نهج أكو أسلوب طريقة. واضح ده يتبع المنتخب اللبناني إحنا ما عندنا نهج إحنا حقيقة التغييرات اللي جاي تصير ربما في وسط العمليات وحتى في الخلف وللأمام ما عندنا غير محطة واحدة اللي إحنا اعتمدنا عليها خلال المباراة السابقة اللي هو أيمن حسين نعم. إحنا هذا العقم التهديفي يمكن تكلمت أنا عليه والله العظيم أنا منتبه عليه من قبل سنوات نعم. وراح يصير عندنا عقم تدريبي الحقيقة هي مو فقط باللمسة الأخيرة لأيمن حسين أو أي لاعب محطة واحدة للأمام هي طريقة لعب وفهم وإدراك واهتمام حقيقة بالشخصية المعنوية للمنتخب العراقي نعم. سابقا كانوا مدافعين عندهم أهداف كثيرة لاعبي وسط أهداف كثيرة حسين رحمة يمكن آخر المدافعين كان عنده أهداف مثلا لذلك من هذا من جيل أنا أعتقد هنالك أصبح شوية خلل ربما بثقة اللاعبين بأنفسهم وبنفس نعم. الوقت هنالك لاعبين إحنا ليش ما نريد نعترف أنا أتمنى من اللاعبين أنفسهم يعترفوا بأنهم قدراتهم قلت وحان الوقت لإتاحة المجال أو فتح المجال للآخرين لاعبين طيب. آخرين نعم. هاي الفرصة ما جاي إحنا نعطيها المفروض نهيئ لها منذ مدة نعم. لكن حاليا من تصريحات أدفوكات الأخيرة قال احنا الفترة القادمة احنا اكو بعض اللاعبين يحتاجنا الى تغييرهم لانه عطائهم قل اذا انت هاي مسؤوليتك بالمعسكر التدريبي من خلال القياسات التدريبية من خلال الجرعات التدريبية من خلال تعرف بانه قدرة تحمل هؤلاء اللاعبين اقل من غيرهم نعم. يحتاج الى لاعبين اخرين جدد نعم.